جميع الأمة الإسلامية عيد مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالكم. بالنسبة للإقبال ديال الناس على الحلوى العربية، فكل عام كيكون الإقبال على الحلوى المغربية، وطبعا هذا العام فحال الأعوام السابقة كاين واحد الإقبال على الحلوى العربية. طبعا كاين الفرق ما بين هذا العام والأعوام السابقة في القدرة الشرائية ديال المواطن اللي شفناها في رمضان. الإنسان واخا كيتشهى كيشوف بزاف ديال الحاجات وكيتشهى بزاف ديال الحاجات، ما كيقدرش يعني القدرة الشرائية ديالو ما كتقدرش يعني ما كيقدرش يشري كل شيء، ما كيقدرش يدي كل شيء. لذلك شيء كاين واحد التراجع في القدرة الشرائية ديال المواطن. كما كتعرف المائدة ديال الفطور في المغربية كتكون يعني عامرة دائما بالخيرات، وهذا العام الإنسان يعني تزير شوية وكيحاول يأمن غير الضروريات بشكل أساسي. صراحة المواد الأولية اللي كتدخل في صناعة الحلويات بشكل عام عرفت واحد زيادة كبيرة، ولكل شيء عرفت واحد زيادة ديال أكثر من 30 ولا 40%، يعني خاصة يعني الزبدة النباتية اللي كتدخل بشكل أساسي وضروري في صناعة الحلويات، اللي تزادت بواحد النسبة كبيرة. كاين الزبدة اللي وصلت زيادة ديالها تقريبا 60-70%، وهذا الشيء هذا يعني أثر يعني صراحة على لامارج بينيفيسير ديال الحلوى العربية. ولكن حنايا حاولنا أننا ما نزيدوش بزاف، حاولنا أننا ما نقصوش يعني في الكاليتي ديال الحلوى، وفي نفس الوقت حاولنا أننا ما نزيدوش في البخي ديالها. يعني الإنسان حاول يقنع بديك البركة قليلة وصافي. صراحة الإقبال كاين يعني على دور العام كيكون عليهم بجوج، ولكن في العيد كما كتعرف المواطن المغربي كيعجبو أن المائدة ديالو تكون مغربية 100%. وخا الإنسان بحال اللي كيقول وخا الإنسان كاين شوية حتى ضرر في القدرة الشرائية، ولكن بحال اللي كتقول الرجل المغربي كيحاول يجيب فم السبع ويفرح وليداته بحال اللي كنقولوا، وكيبغي دائما المائدة ديالو تنزل. وخا تكون الوضعية ضعيفة ولا الوضعية مزيرة كيحاول ما يبينش ديك الشيء هذاك لوليداتو. طبعا الأثمنة في متناول الجميع، كاين الحلوى العربية ديال اللوز بثمن ديال اللوز، وكاين الحلوى ديال الكاوكاو، وكاين الحلوى ديال الصابلي، كل حاجة والثمن ديالها. وأثمنة في متناول الجميع، اللي بغى حاجة غالية كاين حاجة غالية، واللي بغى حاجة رخيصة كاين حاجة رخيصة. ايوا دابا هو الموضوع العام ديال الغلاء كاين في كل شيء دابا فين ما مشيتي، يعني من الخضرة لأي حاجة، فهمتيني؟ والمهم هادو المسائل ديال العيد كيكون بزاف من الانسان خصو يتقدر غرض سواء غالي ولا رخيص، فهمتيني ولا لا؟ هذا هو الهدف. بالنسبه للحلوى في هذه المناسبه كالعاده ديالنا والتقاليد المغاربه كيحتاجوها بزاف وكيستهلكوها بطبيعه الحال. الخير موجود بالاشكال والانواع، ولكن للاسف الشديد كاين الغلاء صراحه. الله كاين فرق ما بين العام اللي فات وهذا العام. هذا الاقبال كنظن غيكونوا انما قليل ماشي بحال دائما. كنتمنوا يشوفوا من حنا الناس المسؤولة على هذه الأثمنة في الحقيقة مرتفعة بزاف.